كده في النهاية إيه صورة وتعليق، يلا بينا نعرض لك كده صور ونشوف تعليقك عليها. يلا يا ياسر. ده اللي اتعلمت منه إن أنت إزاي تشتغل بأقل إمكانيات في العالم، بس إزاي تخلي اللعيب يحبك جدا ويحترمك. بقول له الله يرحمه، الله يرحمه، الناس اللي لها فضل كبير علينا جدا كده. كابتن حسن مجاهد طبعا يعني تاريخ كبير في نادي المنصوره والدوري المصري. حاج حسن مجاهد طبعا يعني علامه من علامات المسؤولين في الكره المصريه يعني، وكان ليه باع طويل في الرياضه خصوصا في مدينه المنصوره. اللي بعد اهم لقطه في تاريخنا يعني كاس عالم وثالث عالم، حاجة حلوة جدا ان انت تلعب باسم مصر وتحقق حاجة فيها، دي حاجة شرف ما بعده شرف يعني. طب الناس بتبقى متذكرة ان انت كنت في الجيل دوت اكتر، ولا الناس متذكرة ان انت اللي بدأت التسجيل في ماتش 6-1 اهلي وزمالك؟ 6-1 طبعا، مع ان شوف دي اي حاجة تخص الاهلي في الذاكرة اكتر من الانجاز اكبر طبعا، لكن للجمهور الاهلي عنده تفاصيل كده مختلفة عن اي نادي الحمد لله يعني. اللي بعده يا ياسر. ذكي جدا وشخصيه قويه، وده انا وجهه نظري في مصر شخصيه وليك اهداف ولازم يبقى ليك سيستم، ده مهم جدا وانا اتعلمته ان انا ابقى يا كده يا اكتر حاجه اتعلمتها منه اللي انا شايفه بنفذه، اللي انت شايفه بتنفذه لازم. اللي بعده ياسر. يعني حسام من الناس القريبه جدا مني على المستوى الشخصي، ولعيب كبير جدا في نص الملعب، واتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه. طب انت كنت بتبص لمين؟ اللي بيصور ولا لان انت لا نظرتك غريبه؟ ما كناش لسه، كان بعد الماتش. فلا ما كنتش ببص اللي بيصور، ما اعرفش، انا اتفاجئت بالصوره دي بعدين. اللي بعده. لعيب كويس جدا 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 جدا، انا مقتنع بيه جدا، وفي يعني كنت بجيبه الداخليه في شهر واحد. اتظلم في الاهلي؟ انا شايف لعيب مهم جدا، راس حربه محترم يعني. في حاجه تانية يا ياسر ولا خلاص كده؟ اخر صوره يا سيدي. يعني الماتش ده احداثه بالنسبه لي مهمه جدا، اول ماتش ليا في اهلي وزمالك، وبعد 4 دقايق او 3 دقايق، فيعني حاجه مش هتتنسي، ونضيع واحدة اسهل منها بكتير بقى بتجنن يعني، بس عرفت بالليل بقى خدت بالي. واحدة رحت بيك، انت كنت رايح لوحدك تقريبا، انت من نص الملعب لوحدك. انا عرفت بقى لما شفتها بالليل، فانا في الملعب حاسس ان في حد بيجري ورايا. بس لما رحت البيت لقيت مفيش حد من نص الملعب لوحدك. توقعت قبل الماتش ان السيناريو الماتش يمشي كده؟ هو كان ايه؟ 1-2-3 بعد كده 3-1 رجع الزمالك الماتش. 3-1 بعد كده احنا جبنا 3 اجوان بعدها كمان. انفعل جوزيه فعلا في الماتش دوت واتكلم، لانه شاف النتيجه كانت ممكن تبقى اكبر من كده. انفعل على النتيجه وانفعل على كان تقريبا ابراهيم خد كارت احمر. كان انفعل برضو على الكارت وعلى النتيجه طبعا، قال لك احنا لا كان نقدر نعلي اكتر من كده واحنا استهترنا. نقدر نقول ان الجون دوت الاغلى عند رضا شحاته، ولا عندك اجوان ثانيه ممكن تكون اغلى من كده؟ لا هو الاغلى، لان انت يعني هو يعني انت ما بتقابل حد في الشارع النهارده هو ده يعني حصره، والحمد لله ان جمهورك او النادي الاهلي في علامه معينه طبعاً يبقى فاكرك طبعاً من خلال علامه سلبيه. دي لا الحمد لله يعني نبقى فاكرين اسم رضا شحاته مرتبط بسم الله الرحمن الرحيم الهدف الاول، دي بالنسبه لي الحمد لله فضل ونعمه من ربنا يعني. رضا شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن مصر، ان شاء الله اول مره بس ما تبقاش اخر مره. لا انا معاك على طول ان شاء الله باذن الله. حبيبي كده انتهت حلقتنا النهارده من الريمونتادا، ان شاء الله اكون مع حضراتكم بكره بعد مباراه الاهلي على طول، مباراه بكره الساعه 9 ان شاء الله، نبقى مع حضراتكم بعد المباراه الساعه 11 ونحتفل ان شاء الله مع بعض بفوز النادي الاهلي. تصبحوا على خير.